ديال الامازيغيه. كتعرفوا بان الامازيغيه جات بفضل رؤيه كبيره وطموح ديال صاحب الجلاله التنزيل ديالها ديال الدستور، وحنا الان كنزلوا فيها وكنزلوها داخل الاداره باش نعزوا الاداره الامازيغيه وبالاستعمال ديال الامازيغيه. ايوا نوكم عدد ديال الاتفاقيات وكاين 25 اجراء اللي غادي نقوموا بها. وكتعرفوا بانه الحكومه عملت 200 مليون ديال الدرهم السنه الماضيه، هذا العام 300 مليون ديال الدرهم للامازيغيه باش يكون واحد يعني لاكومبانيومون. شكرا لك دخلنا ان شاء الله في 2025 و2026. شكرا لك. يلا الله يجزيكم ويخلوني نسال. يلا ورا الحكومه.